ويلكم تو ماي كيتشن. اليوم رح نشوف سوا كيف بنعمل الوافل بالبيت بطريقة سهلة وسريعة. الوافل كتير طيبة تتقدم على الترويقة، بنقدمها مع الفواكه، مع النوتيلا، مع الجبنة والعسل، مثل ما نحنا منحب. خلينا نشوف سوا طريقة التحضير والمكونات. أول شي رح نشوف المكونات الجافة. بحاجة لكوبين من الطحين، رح نستخدم نص ملعقة صغيرة من الملح، رح احطها فوق الطحين، 4 ملاعق كبيرة من السكر، انا عم استخدم محل ستيفيا، وملعقة صغيرة من بيكنج باودر. نخلط المكونات الجافة مع بعض، عنا بيضتين رح نخلط المكونات السائلة مع بعض، بيضتين رح نستخدم، 1.5 كوب من الحليب، نخلطهم مظبوط، بنزيد ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو فانيلا البودرة، عنا ملعقتين كبيرة من الزبدة المدوبة، رح نخلط المكونات مع بعض مظبوط، ورح نحط الطحين فوق المكونات السائلة، رح نحرك لحتى يختلطوا مع بعض مش أكتر، ما تزيدوا كتير التحريك، أول ما يختلطوا مع بعض منوقف. بصير عنا بهالشكل مزيج عجينة سائلة. بنحطها على جنب شي 10 دقايق ربع ساعة، أو فينا نحضره قبل بليلة ونحطها بالبراد وتاني نهار الصبح بس نعملها بماكينة الوافل. عندي هون ماكينة الوافل عم بستخدمها، هاي بتجي بشكل قلوب، في منها عدة أشكال وأنواع، في منها بتجي على الكهرباء، وفي منها كمان بتجي اللي بتنحط على الغاز. رح نحميها. عندي انا فيها الضوء الاحمر، اول ما الضوء الاخضر يعني حميت. كل ما كانت بتجي لها تعليماتها فيكن تقروا عليها. منرش رشة من الزيت ونتركها لحتى تحمى. عندي هون حميت ضوء الاخضر، عندي راح استخدم انا المكنة عندي بتاخد 1/2 كوب تقريبا من الوافل، بنحطها بالنص، بنمدها شوي وبنسكر، وبس نسكرها عندي المكنة بتطفي الاخضر، بترجع بدور الاخضر بس تستوي الوافل. هون من بعد ما رجع ضوء الاخضر انه الوافل صار جاهز، راح نشيله ونحط نكفي باقي الكمية، بنحطها على شبك لحتى تبرد. ورح نشوف اللي ما عنده مكنة الوافل فيها تنعمل بطريقة سهلة بالمقلاية مثل البانكيك. بنحط شوية زبدة وبنحط كمية اللي بنحبها، وأول ما تحمر من جهة بنقلبها على تاني جهة، كمان بنقدمها للي ما عنده مكنة الوافل. تتقدم مع الحشوة اللي منحبها، كل واحد بحط على ذوقه، مثلا أنا حاطة فواكه الموز مع التوت الأزرق، حاطة النوتيلا، شوكليت سيروب، جبنة مع العسل، بينات باتر، كل واحد بحط على ذوقه شي اللي بحبه. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة لليوم. بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد، وإذا حبيتوا شير ولايك، وبشوفكم بحلقة تانية. بون أبيتي.
enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero.